الأنباء. شيعت الكويت اليوم شهيد الواجب الشرطي التركي محمد العنزي من مرتبات الإدارة العامة للمرور إلى مثواه الأخير بمقبرة صبحان بعد أن وافته المنية إثر حادث الدهس المتعمد الذي تعرض له أمس خلال قيامه بأداء واجبه في حماية أمن الوطن وأمان المواطنين. وكان في مقدمة المشيعين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والوكلاء المساعدون وكبار القيادات الأمنية وعدد كبير من الضباط والأفراد من وزارة الداخلية ومن المقيمين والمواطنين. والد الشهيد ان شاء الله يكرمون اولاده ان شاء الله باذن الله. اولاد صغار الله يجزاك الله يبارك فيك. ولدكم هذا بدون شك، ولدكم هذا اهل الكويت. هذا ولدكم من ذمتكم، ما هو ضايع ان شاء الله، ما يضيع بوجودكم ان شاء الله، ما يضيع بوجودكم يا مخاطر.